الجزائر اليوم وهنا في وهران استقبلت ممثلي الشباب من 55 دولة، ممثلي الشباب من 55 دولة والذين بلغ عددهم أكثر من 325 شاب جزائري من 57 من مختلف الدول الإفريقية من 55 دولة. الشباب الذين قدموا أول البارحة واليوم حضروا معنا الافتتاح المتميز رفيع المستوى والذي أردناه بنكهة تاريخية ثقافية تعكس الميراث التاريخي للجزائر وتعكس الميراث الثقافي المتنوع للجزائر وتعكس ذلك الوزن الجيوستراتيجي للجزائر. إذن هي عودة كبيرة للفضاء الإفريقي من خلال بوابة الشباب. اليوم الحفل كان رفيع مستوى ومتميز جدا برمزيات ثلاثة رئيسية. أولا الرمزية التاريخية والتي تنطلق من نوفمبر المجيد ونوفمبر التاريخي التاريخ الخالد والتالد وتصل إلى 1 نوفمبر 2003 أين اعتمد شباب إفريقيا هذا اليوم يوما للشباب الإفريقي تيمنا بالمجاهدين الشباب الجزائريين الذين أعلنوا اندلاع الثورة المجيدة وكافحوا وناضلوا من أجل استقلال وحرية الجزائر وألهموا الكثير من شعب العالم بما فيها الشعب الإفريقية. هذه الرمزية الأولى هي الرمزية التاريخية. الرمزية الثانية هي الرمزية الشبابية. هذا النجاح الذي سجلناه اليوم في حفل الافتتاح وفي احتضان هذا المنتدى كان نجاح شبابي، شباب الجزائر المتطوع وشباب الجزائر المتميل للمجلس الأعلى للشباب، هل الذي فكر وقدر وخطط ودرس مختلف التفاصيل التي تتعلق بهذا المنتدى واستطاع أن يكون إخراج المنتدى كما رأيتم في هذه الحلة الثقافية التاريخية المتنوعة والمتميزة. الميزة الثالثة هي تلك خلينا نقول الروح الجزائرية الشبابية التواقة لتشبيك الجهود وتشبيك العلاقات وربط الصلات مع مختلف شبابنا في مختلف محيطنا الإفريقي ومختلف امتدادنا الإفريقي. كان يقع على عاتقنا المرافعة والمدافعة حول القيم التي نؤمن بها، قيم ثورتنا المجيدة أولا وقيم دبلوماسيتنا اليوم اللي هو لا للتدخل في شؤون الداخلية للدول، نعم لأن تأخذ كل الدول التي لا تزال مستعمرة حريتها ونعم للقضاء على آخر المستعمرات التي بقيت في العالم، نعم لأن نحلم نحن الشباب في هذه القارة المتنوعة القدرات من ناحية البشرية ومن ناحية المادية متنوعة الطاقات، نعم لنحلم بشكل مشترك لتكون بلدنا محورية في الدفع نحو الوحدة الإفريقية والتبادل الإفريقي ليكون شبابنا في قلب التمكين الشبابي وأخذ زمام المبادرة ليكون في القيادة والريادة من خلال الأمرين لطالما ركزنا عليهما في المجلس الأعلى للشباب ودعونا إلى الاقتناع بهما. الأمر الأول هو بناء القناعات المشتركة، كنا نتكلم عن القناعات الوطنية واليوم نتكلم عن القناعات القارية المشتركة. الأمر الثاني هو بناء المهارات الكفيلة والقدرات الكفيلة بأن نصنع ذلك. دائما نقول صحيح من الجميل أن تحلم ولكن يجب أن تجيب على سؤال هل تستطيع، وذلك ما يجب أن نعمل على ترسيخه بين شباب قارتنا حتى تكون قارتنا إن شاء الله بحول الله تعالى في الرياضة. ما أنا فخور به هو انخراط شبابنا وانخراط سلطتنا الوطنية. السيد رئيس الجمهورية مشكور وفر كافة الإمكانيات يتم استقبال ضيوف الجزائر من شباب إفريقيا في أحسن الظروف وفي خلينا نقول يعني أحسن الظروف الملائمة التي تمكننا من إنجاح هذا النشاط.